الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات رويان جابر بن عبد الله إلى أنصار أن فاطمة الزهراء عليهم السلام وبنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له إذك بالله يا أبت من الزوف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلولو كان البدر في ليلة تمامه وكما أولي فما كانت الله ساة وإذا بولد جال حسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فاتي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كما راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب عوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد جال حسين عليه السلام صلوات قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة صوتي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختار الله تأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم
عندك راية طيبتان كأن راية خيف ابن عمي رسول الله. فقلت نعم إن ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي ناول كساء فقال أسلم عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصائب لوائك دزين تلك. فدخل علي جان تحت الكساء ثم آتيت ناول كساء وقلت أسلم عليك يا أبتاه يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتم الله جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بجد الجمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء آل بيتي وخاصتي وآمتي لامهم لامي ودمهم دمي يولمني ما يولمهم ويازنني ما يازنهم أنا عرب لمن عربهم وسلم لمن سلمهم ودو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم. فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم رجسا وطائرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا كمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين فقال عز وجل مال بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أبت إلى الأرض لكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال أسلم عليك يا رسول الله إلى الجلالة يكرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمينة واجي الله إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس آل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي جان لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي
باسانی بلاک نبی یاؤں وستطانی برسالت نجی اما ذکر خبرنا آزا تی مافل می مافل آل الارض وفیه جامون من شیعتنا ومحبینا اللہ ونزلت علیم الرحمت وحفات بم الملائکات وستقرت لهم لا يتفرقوا فقال علی جان علیم السلام ازم واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب القابط فقال بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی جو واللذی باسنی بلاک نبیوں وستطانی برسالت نجی اما ذکر خبرنا آزا فی ما فلے می ما فلے آل الارض وفی جمون من شیعتنا ماموی بینا وفیم مامومون اللہ وفرج اللہ ومولا مغموم اللہ وکشف اللہ ومولا طالب حاجت اللہ وکز اللہ حاجات فقالا علی علیہ السلام ازاو واللہ فزنا وسعدنا وکزالک شیعتنا فازو وسعدو فی الدنیا والآخرات ورب القعبہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علی مالا بائی فی عزیزات و فی کل سات من سات لیل منات ولیجاؤں وافظاؤں وقائداؤں وناصراؤں ودلیلاؤں وعینناتاؤں تسکناؤں ارزکتاؤں وطمتیاؤں فی طویلا اللہم و بیاک انت المحمود و بیاک علی و انت العلا و بیاک فاطم و انت فاطر السماوات والعرض و بیاک حسن و انت المحسن و بیاک حسین و انت قدیم الاحسان و بیاک جمیع انبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحیم یا رحمان یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی الدین میرا اللہ علی محمد عزت و عظمت واسطہ سرکار حجت عظمت واسطہ میرا اللہ سرکار حجت اجل ظہور فرما امام دی زیارت دے قابل بنا میرا اللہ سمتیان دے قابل نہیں اپنی مخلوقات تیرا مکرم فرما سرکار حجت اجل ظہور فرما میرا اللہ علی محمد عزت و عظمت واسطہ میرا اللہ سجاد خان دی فرش ماتم وچھا آلیا سین اپنی پاک بارگاہ منظور و مقبول فرما سیر دے رکھے پاس دواستا سیر دے خالی ولن دواستا میرا اللہ سجاد خان دے جو تکالیف و مصیبتہ دور فرما میرا اللہ انہ دے اولاد کتا قیامت گا پس استفا کو اطاعت فرما میرا اللہ انہ دے خرنج پرت دے نزول نازل فرما میرا اللہ جہاز خان دے بچنی امت راز فرما فیاض خان دے بچنی امت راز فرما میرا اللہ علی محمد عزت و عظمت واسطا ذکر دے ثواب نظر و نیاز قرآن دے ثواب حدیث قصہ دے ثواب انہ دے والدین مرحومین جتنے رشتہ دار اقربا دنیا جات وفات پا گئے انہ دے روح پہنچا بالخصوص جڑے آزاد آج انہ دے ثواب خدا دے کوئی نہیں ریا
انہیں زداریں دے روح کو پہنچا میرا لال محمد عزت و عظمت آواز آئین دے توفیقات رزق برکت عطا فرما میرا اللہ تمام ازاداریں دی عزت و جان دی حفاظت فرما میرا لال محمد عزت و عظمت آواز آ زاکرین عزام دی محنت میرا اللہ پڑھائی عالیہ سین اپنی پاک بارگاہ وچ منظور و مقبول فرما میرا اللہ میں غلام عباس ہوں عامر عباس ہوں میرا اللہ انہیں کو قدم قدم دن دگنا راہ چگنا ترقی نصیب فرما میرا اللہ عزت و جان دی حفاظت فرما تمام مذاکرین دی میرا اللہ عزت و جان دی حفاظت فرما ہر آزادار دی عزت و جان دی حفاظت فرما میرا اللہ سجاد خان دے توفیقات رزق برکت عطا فرما فرش ماتم چھایا منظور و مقبول فرما انہیں بچوں کو واپس اتفاق و اتحاد فرما میرا اللہ علی محمد عزت و عظمت آتا تمام مومن ممنہ دھٹو رائے آپ ری پاک بارگاہ منظور و مقبول فرما اہلی اصغر دی پیاس دواست جناب رب آپ دی اجڑی جولی دواست میرا اللہ مجاہد کو اولاد نرینہ تا فرما مجاہد کو صحت اندرستیاں تا فرما جو پہ اولاد علی اصغر دی پیاس دواست اولاد نرینہ تا فرما جو مقروض ان کرزے ادا فرما میرا اللہ جو مومنی دے بچے بے روزگار ہیں برس روزگار بنا زمار زمرت باس کو صحت تندرست عطا فرما برس روزگار بنا پریشن مصیبتہ دور فرما بھئی جواد حسین دے مرومین دے درجات بلند فرما نید پریشن دور فرما تمام ازادارے کو رزق وسیع عطا فرما تمام ازاداریں نے مصیبتہ پریشنیاں دور فرما میرا اللہ علی محمد عزت و عظمت واسطہ سرکار اجتہ چل ظہور فرما ظہور تاجیل فرما میرا اللہ علی محمد عزت کا سرکار اجتہ عزت و عظمت واسطہ سجاد خان کو صحت تندرستی عطا فرما انہیں نیک حاجات پورے فرما سارے باتیں کوئی عبادت شمار فرما میرا اللہ سارے دعائیں کر قبول بے حق اللہ علی جو بطول ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد